تزايد عدد الأيتام في اليمن بشكل كبير بسبب الحرب الدائرة في البلد، حيث نظمت مؤسسة الرحمة فعالية تزامنت مع اليوم العالمي لليتيم من أجل أن يصبح اليتيم محطة اهتمام المجتمع والناس. لأن وجدنا خلال زيارتنا للمؤسسة الفرعية في السبل وفي السحول، وجدنا رعاية تامة لليتيمات، ويعلم الله أني زرت المقرين مع أحد الزملاء، فوجدنا اليتيمات والأيتام شكلهم ومظهرهم وتربيتهم أفضل ممن لهم آباء وأمهات. المؤسسة هذه تحتوي الأيتام من التشرد والضياع، فهي تقدم لهم العطف والحنان وتقدم لهم الرعاية الخاصة من الإيواء، من التعليم ومن التدريب، من التعليم ومن الصحة ومن الملبس ومن الحفاظ عليهم. وعلى الرغم من أنه قد خصص هذا اليوم للاحتفال باليتيم، إلا أن الواجب نحو رعايتهم وحمايتهم والتحسين ظروف معيشتهم لا يكون في يوم واحد فقط، بل يجب أن تظل دائما هذه الجهود متواصلة. سعداء جدا اليوم بتواجدنا واحتفالنا مع أخوتنا أبناء مؤسسة الرحمة للأيتام، فنتمنى منهم أن يخففوا معاناة اليتيم وأن يوقفوا في جانبهم ويساعدوا ويكونوا سند لهم إن شاء الله بإذن الله. حقيقة شكرا لكل الخيرين، وشكرا لكل الداعمين، وشكرا لمن ساهم في كفالة يتيم. سكنت في مؤسسة الرحمة منذ 13 عام، وأنا الآن في المرحلة الثالثة في الجامعة. أشكر قناة اليوم لمجيئها الحفل المتواضع ولتعاونهم مع هذه المؤسسة حتى لا يقهر اليتيم. دخلت دار الرحمة وعمري يومين. أشكر كل فاعلين الخير والداعمين، وأشكرهم على تشجيعهم وعلى الحنان، وأشكر ماما وقيا الحجري. حياة اليتيم طريق متعرج تبعثره الأحزان، تنيره الآهات، بيوت ترسمها الدموع وجدرانها هجرتها السعادة، لكن حين يقف المجتمع إلى جواره لتعويضه ما حرم من الحنان، تتبدل كل تلك الأوجاع إلى مشاعر فياضة بالأمان. اليتيم هو الأولى بالرعاية والاهتمام، وقد أوصانا الله سبحانه وتعالى في محكم آياته بأن نتجنب التعدي على أي حق من حقوقه. أوصانا أيضا بالإمساك بيده حتى يتعدى قساوة الحياة ومرارتها. صباح الشغدري لقناة اليوم صنعاء.